القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز العناوين. وزير دفاع الشباب ركيزة البناء والجيش هو الخصم المنيع. البابا حادث البطرسية لم يكن موجها ضد الكنيسة. حبس عز وعسل على ذمة تراخيص الحديد. مستريح جديد يستولى على 250 مليون جنيه. وإليكم تفاصيل النشرة. حل أزمة الكارت الذهبي للخبز المدعم، فقد كلف الدكتور علي مصلحي وزير التموين مديري المديريات بحصر البطاقات الورقية وإرسالها إلى الوزارة لتحويلها إلى إلكترونية وحل مشاكل المواطنين. كانت بعض المحافظات قد شهدت حالة من الغضب عقب قرار الوزير بتخفيض عدد الأرغفة على الكروت الذهبية لأصحاب المخابز إلى 500 رغيف للكارت الواحد، بعدما كان يتراوح من 1000 إلى 4000 رغيف يوميا لمواجهة العمليات الوهمية لصرف الخبز، حيث اعترض الأهالي على القرار مؤكدين أن هذا الإجراء لن يضر بأصحاب المخابز المخالفين أو مهربي الدقيق بل يضر بالمواطنين. التسويات السياسية هي الحل لأزمات المنطقة، هذا ما أكده وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية بالجامعة العربية، قائلا إن مصر تؤمن بأن الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي الصخيرات هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية، محذرا من انتشار الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة والإرهاب. كان شكري قد التقى المفوض الأوروبي للهجرة في بروكسل مشددا على الموقف المصري بعدم إقامة معسكرات احتجاز للاجئين أو المهاجرين، حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون في مصر بكل حرية ويتمتعون بكل الخدمات المتاحة للمصريين. الشباب ركيزة بناء الوطن والجيش الحصن المنيع للشعب، هذا ما أكده الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع خلال الاحتفال بتخريج الدفعة 145 من معهد ضباط الصف المعلمين، موضحا أن التاريخ العسكري يذكر بكل الفخر دور ضباط الصف المعلمين في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره خلال مرحلة دقيقة من تاريخ مصر الحديث، مؤكدا أنهم أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للجيش بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوي في خدمة الوطن. الإرهاب موجه ضد الوطن بأكمله، هذا ما شدد عليه قداسة البابا توادروس الثاني في لقائه مع السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية ووفد من الإعلاميين أو الصحفيين الأفارقة. وفي رده على سؤال حول حادث الكنيسة البطرسية قال البابا إن هذا التفجير لم يكن موجها ضد الكنيسة لكن ضد الوطن، لذلك كانت مصر كلها في وداع الشهداء، مؤكدا على أن الطبيعة المصرية هادئة وأن الحرب ضد الإرهاب يشارك فيها جميع المصريين من أجل الوحدة والمحبة الوطنية. حبس عز وعسل، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق إلى جلسة الرابع من إبريل المقبل في قضية تراخيص الحديد مع حبسهما احتياطيا على ذمة القضية. وكانت محكمة النقد قد قضت في 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لعز وعسل وتغريمهما 660 مليون جنيه قيمة ما تم الاستيلاء عليه من المال العام، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة بالجنايات. مستريح جديد وضحايا جدد، فقد تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات. وكشفت التحقيقات أن المتهم رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومحكوم عليه في 3 قضايا تشيكات بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في مجال المقاولات.
العالم يودع رائد جراحة زراعة الكبد، فقد توفي عن عمر يناهز 90 عاما الطبيب توماس ستارزل، مستحدث جراحة نقل الكبد من قردة البابون إلى الإنسان، ورائد أبحاث عقاقير منع لفظ الجسم في العضو المنقول، حيث قالت جامعة بيتسبرغ إن ستارزل أجري أول جراحة لزراعة الكبد عام 1963، كما كان رائد زراعة الكلى من المتوفيين. ويقول عدد من العلماء إن عمل ستارزل سيبقى وسيستمر تطوير العقاقير بحيث تشمل نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.